طيب تعالى بقى ناخد شويه. ده الفيديوهات هتخلص عليا يا كابتن، كفايه لا لا ده احنا مدلعينك اخر طب دلع. ماشي. دكتور احمد لطفي، سؤال: رشح مدافع في الدوري المصري للنادي الاهلي. حلو السؤال. يعني لو الاهلي هيضم مدافع يضم مين؟ والله كابتن يعني في الفتره دي انا سامع ان احمد عبدين ممكن يرجع. احمد عبدين بيتمرن معاك؟ سامع ان هو ممكن يرجع في يناير. عاجبك مستواه؟ هو الفكره ان انت لو هتجيب مدافع دلوقتي هل هيرجع يلعب بشكل اساسي؟ نعم. ولا هيفضل برضو لو رامي وياسر شغالين بشكل كويس وشايلين دفاع النادي الاهلي؟ انا ما اعرفش اشرف داري يرجع بشكل كويس هيبقى برضو موجود اضافه للفريق. فالفكره لو حد هيجي يلعب ويبقى موجود بشكل كويس في يناير ماشي، لكن على الساحه مش شايف ان في حد مميز يجي يلعب اساسي في النادي الاهلي. فانت بتقول ان احمد عبدين يكمل في سيراميكا، ياخد السنه دي ماتشات. هو انا سامع ان الاهلي عايز يرجعه في يناير، ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل، لكن انا شايف ان هو خامه كويسه. نعم. وممكن يظهر بشكل كويس بعد كده. جميل. والنادي الاهلي ممكن يكمل الموسم شهاده جميله منك لاحمد عبدين، نفرح يا عم احمد. ممكن يكمل ممكن يكمل الموسم باللي موجودين. باللي موجودين، لان برضو دلوقتي محدش هيستغنى عن مدافع في يناير. ده يعني صحيح. ناخد كمان سؤالين وبعدين نطلع لفاصل، يلا بينا. انتوا ايه علقتوا؟ نورا الحكيم دي من الناشطات جدا على السوشيال ميديا. مساء الخير كابتن شوبير، مساء الخير كابتن سعد سمير من ورين القناه. سؤالي: ايه اكتر شيء افتقدته بعد ما سبت النادي الاهلي؟ حلو، سؤال حلو. لا حاجات كتير طبعا. يعني الروح اللي كانت بيننا وبين بعض، الاجواء اللي موجوده في النادي اللي هي اجواء العيله. يعني طبعا اكيد انت مفتقد ده في النادي الاهلي، بس مش مفتقد يعني، يعني كان موجود في النادي الاهلي بس موجود في سيراميكا. لا موجود طبعا، عشان الناس ما تفهمش. لا 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 الحاجات دي مش موجوده في لا سيراميكا. موجود بس طبعا انت قعدت مع ناس 14 سنه وقعدت معاهم طبعا عمر طويل. نعم. الناس الموجوده في النادي، العمال، الاداريين، عم حارس. طبعا. فبتبقى في اجواء. صاحبك حارس؟ حبيبي طبعا. حبيبنا كلهم طبعا، كلهم كل ما صلاح في وطه النادي. ما اروح النادي بروح قليل يعني. طبعا. فحارس حبيبي يعني، وكان معانا زمان يعني. فاروح اسلم عليه: ازيك يا حارس؟ فيجي لي كده: يا كابتن شوبير ازيك؟ وبعدين ايه؟ فيشوف مصطفى يبدا يتكهرب. يا حارس. يقول لي: فمصطفى ايه؟ يقوم جاي باصص له كده. يقوم جاي باصص له: يا حارس انا كابتن شوبير. راحت عليك، هو احسن منك. سلام يا كابتن شوبير. جاي جاري حارس كان هو مقتنع انه احسن منك بصراحه. بيقول لنا كده على طول ده مصطفى. حارس حارس مقتنع ان مصطفى احسن منه على طول. بس كان اول ايه بيستحي قدامي. لا لا دلوقتي ما بقاش الكسب. ما هو مصطفى شجعه بقى. ايوه. هو لما تالق مصطفى فشجعه على طول. اصل انا هحكي لك حارس، وعم حنف الله يرحمه حارس لعيب قوي. هو عم حنف الله يرحمه. وعم حنفي بقى كانت رجليه بيشوطوا عليك مظبوطه احسن من اي حد. فانا بغل. فعايز اتمرن في التمرين يخلص اجيب حارس. وعم حنفي مكي ما بيعرفش يلعب، ما عندوش فكره. طبعا. وسيد عواد ما عندوش فكره. والله العظيم ما عندهم فكره، لكن حنفي لعيب وحارس لعيب جدا. حارس اكروبات طبعا يعني. طبعا. فانا اجيب مكي وسيد عشان ينطوا معايا اقول لهم الجون بخمسة جنيه، 5 جنيه كانت 5 جنيه. طبعا. وحنفي اقول له: حنفي اظبط الاوفرات، وحارس اقول له اظبط الاوفرات من الناحيه الثانيه. فكانوا يظبطوها. وياخدوا مكافئتهم. فيجي حارس بقى يقول لي: عايز اشوط عليك. فاقول له: شوط. ما يعرفش يجيب جوان. رجلي قد كده. يجي حنفي ترك يظبطها مع كل جون بجنيه مثلا. طبعا. استاذ عبد الحفيظ ده خد مني فلوس قد كده. طبعا. اقول لك: يا طالع بقى وانا ايه عامل فيها فتوه وراجع من الاصابه. اقول له: الجون بكذا. ترك ترك بالعافيه عشان اصده منه. بس هم فعلا زي ما بتقول كانوا اصحابنا قوي. طبعا. قوي قوي. توصل لمرحله تحس ان فعلا احنا عيله. عيله. فدي طبعًا. الحاجات الواحد بيفتقدها بالفعل. طبعا يعني. طبعا ده موجود بره طبعا يا كابتن، موجود معانا عندنا في النادي وفي سيراميكا موجود وفعلا. بس العشره. بس طبعا انت بتبقى 14 صحيح. سنه في صحيح. المكان يعني. طب ناخد رساله كمان قبل ما نطلع لفاصل. طيب اللي بعد نوره بيتر برضو من الناس الجميله. بيتر بشوفه على طول على تويتر. مساء الفل يا كابتن شوبير، وبمسي على سعد المحترم. سؤالي لسعد: كلاعب حضر ولعب مع اجيال مختلفه في النادي، شايف في فرق في تعامل الجيل الحالي مع الجمهور مقارنه باجيال قبل كده لعبت معاها؟ نقف عند السؤال ده. سؤال حلو. سؤال حلو. ناخد التاني. وصعب. في فرق في تعامل الجيل ده مع الجمهور مقارنه بتعاملكم انتم مثلا مع الجمهور قبل كده؟ هو في فرق طبعا، بس هو في فرق اختلاف زمن واختلاف وقت. أيوة. اللعيبه برضو دلوقتي مفيش جمهور بيحضر ماتشات. قعدنا فتره طويله من غير جمهور. معظم اللعيبه ما حضرش جمهور، وفي لعيبه كتير من اللي موجوده ما حضرتش جمهور الاهلي الحقيقي. ده صحيح. اللي كان بيجي في المدرجات بال 60,000 وال 70,000. نعم. وفي الوقت ده انت كنت بتاخد تقييمك من الجمهور زي الممثل لما بيطلع على المسرح في ساعتها. نعم. سواء بالايجاب او بالسلب، فانت بتطلع في الماتش
اديت كويس الجمهور بيشيد بيك بينتقدك في خلال ال 90 دقيقه بس، مظبوط. بتروح بيتك لحد المباراه الثانيه ما فيش سوشيال ميديا، ما كانش فيه برامج كتير، صح، ما كانش فيه الضغط الاعلامي اللي موجود على اللعيبه زي دلوقتي. دلوقتي انا بشوف الضغط اللي موجود دلوقتي اكبر شويه، لعيب دلوقتي ممكن يشوف النقد بتاعه نعم بعينه، ممكن يشوف بعض التجاوزات بعينه. لكن اللي انا شايفه برضو اللعيبه بتحترم الجمهور بشكل كبير جدا دلوقتي، وبتقدر جمهور صحيح النادي بشكل كبير جدا. ممكن يبقى في حالات فرديه فيها بعض الشد والجذب، بتحصل لكن هي عاديه. لكن انا بشوف ان اللعيبه بتحترم الجمهور ومقدره قيمه جميل. الجمهور بشكل كبير طب جدا ايه اللي يعني. بيفرق مع اللعيبه لما تشوفه من جمهورها على السوشيال ميديا بالايجاب والسلب؟ لكن ارجع بس للسؤال اللي فات، اعتقد مباراه الاهلي والعيني يا سعد في الملعب بتمثل نقله كبيره جدا، مرعبه مرعبه. مرعبه. حلو حلو التعبير انا ده. في نقطه برضو كويس حضرتك خليتني افتكر حاجه، انا كنت في ليبيا بحضر ماتش، فقابلت لعيبه لعبت في الاتحاد الليبي، ماتش الاهلي والاتحاد الليبي في ده بتاع 2009، شهاب، بتاع مشاوي شهاب، كده. لعيبه كانت في الاتحاد الليبي. نعم. فهم بيتكلموا في 2009 على ان الشوط الثاني جمهور الاهلي ده كان عمل لهم ضغط عصبي رهيب ده صحيح. وخلاهم مش عارفين يلعبوا، وان الدنيا كانت شبوره بالنسبه لهم. نعم صح. فده لعيبه لعبت قصادك، فبتحسسك بقوه وقيمه جمهور تأثير النادي الاهلي جمهور في النادي الماتشات الاهلي. الكبيره اللي مطلوب فيها فعلا ضغط جمهور ومطلوب فيها حسم المباريات. انا قالوا لي ناس من نادي العين، قالوا لي احنا ما شفناش، طبعا قالوا لي من ساعه ما نزلنا الملعب احنا ما شفناش. طبعا جمهور عملها زي ما الكتاب بيقول طبعا، يعني. وده اللي فرق مع النادي ده الاهلي. صحيح. بيقول لك ايه اللي بيفرق مع اللعيبه لما تشوفه من جمهورها على السوشيال ميديا بالايجاب ولا السلب او السلب؟ يعني انا هكلمك على اللي بسمعه من زمايلي وبرضو اللي احنا عشناه. انت الجمهور اكيد انت محتاج ان انت كلمه كويسه من الجمهور لما ده الجمهور صحيح. بيشيد بيك وبيقدرك. وفي نفس الوقت، الوقت اللي انت بتبقى وحش فيه اكيد اي كلمه وحشه هتضايقك، طالما نعم انت بتشوفها محدش هيتبسط وهو بيشوف ان طبعا. احيانا بتبقى بتنتقده زياده. او في حاجات بتبقى زياده. لكن في الاول في الاخر اللي انا بشوفه اللي مطلوب ان في بعض الاوقات بعض اللعيبه لما بتكون بتمر بدروب او بتمر بسوء مستوى شويه، ممكن بعض الكلام الايجابي في الوقت ده ان انت بتدعمه او ان انت بتكون في ظهره، ده بيفرق مع اللعيب وبيشجعه بشكل كويس ان هو يرجع لمستواه. ده حصل مع طاهر متالق ومكسر طبعا. الدنيا دلوقتي، ومع لعيبه تانية كتير، وخصوصا اللعيبه اللي لها رصيد. يعني في لعيبه بتبقى لها رصيد وقدمت كتير، فممكن بعض الوقت طبيعي ان هو مستواه يقل، طبيعي صحيح. ان هو ممكن يبقى في بعض الاخفاق. فكلمه الكلام الكويس الايجابي اللي هو هيوصل له نعم. ده هيفرق معاه بشكل كبير جدا. أسئلة تاني ولا نروح لفصل ونرجع لأسئلة؟ انا معاك يا زي كابتن، ما تحب. انا معاك. ناخد كام سؤال كده ناخد برضو كام من سؤال؟ السوشيال ميديا، ماشي. أفكركم بالهاشتاج سعد سمير مع حارس النادي الأهلي، نرجع تاني لبعض الأسئلة. محمد ميدو، مساء الفل عليك يا كابتن شوبير، أو مساء الخير عليك كابتن شوبير، بمسا على الكابتن سعد سمير، والله وحشتنا مقالبه في اللعيبة. سؤالي بعد مشوارك الكوري ازاي بس يا محمد؟ الكروي يا كروي يا ميدو كروي، بس ماشي تمشي الكوري. خلصت على ميدو. جميل. بعد مشوارك الكروي هتعمل ايه؟ هتكون كادر اداري ولا ايه؟ واضح انك عايز تاخد السكه الاداريه. والله يا كابتن انا نفسي اسالك بقى السؤال، انت قول لي اروح فين؟ لا انا شايفك اداري، والله يعني شايفك يعني حاجه اداريه جيده، لانه انت عندك كل المواصفات، خبراتك كلاعب، احترامك لتاريخك، خفة دمك، تعاملك مع اللعيبة بشكل جيد. فأعتقد وممكن الجانب الإعلامي على فكرة، أنت محلل كرة شاطر كمان على فكرة. خلاص يا ميدو، كابتن شوبير قال يا ميدو خلاص. فممكن همشي ورا كابتن ماشي شوبير. يا عم ميدو. يلا اللي بعد. أمينة، مساء الفل يا كابتن شوبير صاحب فن المحاورة، كابتن سعد سمير المحبوب. سؤالي كابتن سعد، هل مرت عليك فترة شعرت فيها بالزعل مع الاهلي بسبب عدم استمريتك مع الفريق او تمنيت العوده؟ حلو، قول. لا يعني خلاص، انا زي ما حضرتك خدت قرار وكنت مقتنع، انا كنت مصاب وخدت قرار نعم. والحمد لله يعني راضي عن اللي انا قدمته وراضي عن اللي انا عملته مع النادي، جميل. والحمد لله ماشي بقى في مسيرتي دلوقتي مع سيراميكا، واتمنى ان هي ان شاء الله تكمل باحسن وجه. يعني من وجهة نظرك ايه الفرق بين الانديه الجماهيريه وانديه الشركات في التخطيط لتحقيق البطولات؟ سؤال حلو، لانك لعبت اهلي، لعبت مصري، لعبت مقاولين، لعبت فيوتشر، ولعبت اخيرا سيراميكا. سؤال حلو. هو دايما انا بشوف ان الناس الفتره اللي فاتت بتهاجم انديه الشركات شويه، وبتتكلم على الانديه الجماهيريه. الانديه الجماهيريه طبعا هي جزء كبير من كره القدم وجزء اصيل من كره القدم، لكن انت ما تقدرش تلوم انديه الشركات ان هي موجوده في الدوري بشكل كويس، وان هي لا بتحاول بالعكس، وان هي بتحاول اضافه، تطور عاملين الدوري قوه طبعا، وبتعمل اضافه صدمه للدوري. صعبه. والنهارده انت بتتكلم عن الانديه القويه مثلا الاهلي والزمالك وبيراميدز، لازم تحط معاهم سيراميكا، لازم نعم. تحط معاهم زد، لازم تحط معاهم البنك الاهلي، البنك الاهلي، نعم. انديه بتضيف،
جانب استثماري، طبعا فرقه في عقود اللعيبه، فرقه في ان هي بتشغل ناس كتير. النهارده المستثمر بيضيف قوه للدوري المصري مع الانديه الجماهيريه زي المصري والاتحاد والاسماعيلي والمحله موجوده السنه دي بشكل كويس. نعم فبالعكس انا شايف ان انت دلوقتي ده المفروض يبقى فيه هدف عند بقيه الانديه الجماهيريه ان هي تحاول صحيح. تطور من نفسها وان هي تحاول تشتغل بشكل كويس جدا علشان تحافظ على مكانتها وسط جمهورها مع انديه المؤسسات اللي موجوده يعني.